اتفضل انت. والله الفكرة جميلة. وهم كون هو التكنيك يعني دي اولا نوع من انواع الراب. والراب لازم نفهم مضمونه يعني ايه. الراب هو فن الالقاء على الايقاع، فبيبقى تكنيك الالقاء على الايقاع بتراديد. انت ما شاء الله يعني مذاكر كويس جدا جدا، وانت كمان مذاكر، يا ريت تنموا هذه الفكرة الى انها تبقى افكار جميلة نقدية. يعني ايه نقدية؟ يعني لا شك في ابتسامة في اللي انتوا بتقولوه. اسماعيل ياسين ايه اللي خلى مونولوجاته نجحت؟ ان كان بيقول حاجات اجتماعية هادفة، يا ما الناس بتكسب ولا تتعبش. كل النقد داخل المجتمع لو انتوا قدمتوا فكرة الراب في الاشكال الجميلة دي، ليه لا؟ الله عليك. انا كان كل اعتراضي الكلمات الرخيصة اللي كانت بتتقال في الاغاني. طيب اهو عشان بس ما تقولش ان الاستاذ حلمي ظالم. ليه ما تقدمش فكرة حلوة؟ فكرة الجيل كله، هو مش ظالم الجيل ولا حاجة، هو بيشوف الاحسن والاجود وبيقول عليه جيد. يعني هو طيب. لما تيجي مطربة ملاش علاقة بالغنى، طيب وبعد قبل ما تغني تروح ما عاملة كتفها كده تروح مغنية، بتروج ليه؟ ما انا بدور تحب اناقب ولا اسكت؟ لا 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 لا، اللي انتوا بتقدموا فكره، طور هذه الفكره الى افكار جميله جدا اجتماعيه، هتبقى حلو نقب. هتاخد مع الناس، هتبص لقى الناس بتشارك وتغني معاك. الراب اتفضل انت. والله الفكره جميله. وهم كون هو التكنيك يعني دي اولا نوع من انواع الراب. والراب لازم نفهم مضمونه يعني ايه. الراب هو فن الالقاء على الايقاع، فبيبقى تكنيك الالقاء على الايقاع بتراديد. انت ما شاء الله يعني مذاكر كويس جدا جدا، وانت كمان مذاكر، يا ريت تنموا هذه الفكره الى انها تبقى افكار جميله نقديه. يعني ايه نقديه؟ يعني لا شك في ابتسامه في اللي انتوا بتقولوه. اسماعيل ياسين ايه اللي خلى مونولوجاته نجحت؟ ان كان بيقول حاجات اجتماعيه هادفه، يا ما الناس بتكسب ولا تتعبش. كل النقد داخل المجتمع لو انتوا قدمتوا فكرة الراب في الاشكال الجميلة دي، ليه لا؟ الله عليك. انا كان كل اعتراضي الكلمات الرخيصة اللي كانت بتتقال في الاغاني. طيب اهو عشان بس ما تقولش ان الاستاذ حلمي ظالم. ليه ما تقدمش فكرة حلوة؟ فكرة الجيل كله، هو مش ظالم الجيل ولا حاجة، هو بيشوف الاحسن والاجود وبيقول عليه جيد. يعني هو طيب. لما تيجي مطربة ملاش علاقة بالغنى، طيب وبعد قبل ما تغني تروح ما عاملة كتفها كده تروح مغنية، بتروج ليه؟ ما انا بدور تحب اناقب ولا اسكت؟ لا لا لا، اللي انتوا بتقدموا فكرة، طور هذه الفكرة الى افكار جميلة جدا اجتماعية، هتبقى حلو نقب. هتاخد مع الناس، هتبص لقى الناس بتشارك وتغني معاك. الراب